السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا ومولانا وسيدنا من شيء بعد. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخباركم إيه في شهر رجب وشعبان؟ كيف أخبارنا في الاستعداد لرمضان يا جماعة؟ عاملين إيه؟ إحنا النهاردة هو يعني ليلة 4 رجب، يعني الأيام بتعدي بسرعة جدا يا إخواني، يعني إحنا الوقت 4 رجب، يعني إيه أسابيع يا جماعة؟ أخباركم إيه في رجب؟ أخباركم إيه في الاستعداد لرمضان؟ أخباركم إيه في هذه الأيام الخطيرة؟ أخباركم إيه في هذه الأيام العظيمة؟ أخباركم إيه في الشهرين دول يعني اللي الواحد كده بيتنسم فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح رمضان. يعني الواحد فعلا يا إخواني يعني مشتاق لكل حاجة في رمضان، مشتاق لكل ملمح من ملامح رمضان، مشتاق لكل لحظة من لحظات رمضان، ولكل لحظة من لحظات الاستعداد لرمضان. مش عايزين الفرصة دي تضيع علينا أبدا، مش عايزين الفرصة دي تروح مننا أبدا، مش عايزين الكلمة بتاعة سيدنا كعب بن مالك اللي راح عليه بسببها غزوة تبوك، اللي راح عليه بسببها آخر غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي راح عليه بسببها 50 يوم رسول الله ما قطعوا فيهم، اللي بسببها فرق منه وبين زوجته، اللي بسببها يعني ذاق من الألم الله وحده به عليم، اللي بسببها يعني تخلف عن آخر غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام خارج يجاهد في تبوك وبيقول: وأنا أقول وأنا قادر على ذلك إن شاء. انا اقدر وقت ما احب اجاهد اجاهد، وقت ما احب اخرج ورا النبي عليه الصلاه والسلام احصل النبي عليه الصلاه والسلام، وقت ما احب اعمل زي دول اعمل زي دول، وفي النهايه ما قدرتش وراحت منه الغزوه. اوعى تقول انا قادر على ذلك ان شئت، اوعى تقول انا قادر ان انا اختم القران ان شئت، بس خلوا رمضان يجي، سيبوني وملكوش دعوه. انا قادر على الصيام والقيام والختمات والتهجد والتراويح والاعتكاف. يا ابني ده وهم يا ابني، الشيطان بيضحك علي وعليك وعليكي وبيقول لنا: عليك عمر طويل فارقد، عليك شهر طويل. نام 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 نام، ما تصحاش الوقت، خليك اوعى تصحى، احسن رمضان تكسبه وتفوز بيه. نام، خليك متخدر، اوعى تقوم، اوعى تصحى، اوعى تتنفض. الوقت اللي احنا فيه يا جماعة عايز انتفاضة، لان معظم الناس صعب انه يفهم يعني ايه ابدأ من الوقت، يعني ايه اشد حيلي من الوقت، يعني ايه انطلق من الوقت. عايز انتفاضة، عايز وقفة مع النفس زي سيدنا ابراهيم عليه السلام، إذ قال إبراهيم لأبيه: أزر تتخذ أصناما آلهة، إني أراك، أراك أنا شايف بقلبي عين اليقين، وإني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سيدنا إبراهيم ربنا اداله نور اليقين، ربنا رزقه نور اليقين، فعمل، فلما جن عليه الليل
رأى كوكبة، ساب الدنيا وساب الناس وساب بلده وراح في مكان منعزل كله ظلام، ولفه الظلام كما يلف في الرحم الجنين، وقعد وقف حياته ليه؟ النور ده لو راح مني مش عارف اجيبه تاني. ياما رزقت نور حب القرآن وضيعته لانك اتشغلت عنه بغيره. ياما رزقت نور العزم على انك توصل لربنا وضيعته. ياما رزقت نور ان انا لا يمكن اكمل كده ولازم اقف مع نفسي وضيعته. لما ربنا يديك نور، لما ربنا يدينا نور يا جماعة، اوعى تفرط فيه، اوعى تتشغل عنه بغيره. الوقت اللي في قلبه احساس ان رمضان ده شيء عظيم، ان رجب وشعبان دول موسم استعداد عظيم، ان احنا لازم باذن الله سبحانه وتعالى نجاهد ونور الله من انفسنا خيرا في هذه الايام استعدادا لهذا موسم التغيير العظيم. اللي شايف النور ده في قلبه اوعى تضيع النور ده، اوعى تتشغل عنه بحاجة. عايزين نقول ايه؟ عايز اقول لك، تخيل لو ربنا رزقك، وربنا قادر على كل شيء طبعا، وربنا رزقك بالأعظم من كده مليون مرة، يعني تخيل لو رزقت عربية يعني هامر مثلا ولا اي حاجة، رزقت عربية احدث عربية في الدنيا وطلعت بيها على الطريق السريع ودست بنزين وطاير وفرحان، ما انتش مصدق بقى ايه، طريق فاضي قدامك وانت منطلق ودايس بنزين والعربية بتنهى بالارض نهب، وانت ماشي بالعربية فرحان، جبت 150 لسه، جبت 160، جبت 170، جبت 180، والعربية لسه بتجيب معاك، وانت طاير طلقة، فجأة لقيت عربية جاية في وشك، فجأة عربية منك وبينها كذا متر، هل تقدر لو حطيت رجلك على الفرامل تتفادى الحادثة دي؟ لا يمكن، ولا يوجد فرامل في الحياة كلها قدر البشر يوصلوا لها انك لما تفاجأ بالعربية قدامك وانت على السرعة الرهيبة ديت انك انت تقدر تفرمل. ما ينفعش. قالك ليه؟ قالك لان الفرامل دي لازم تبقى من بدري ولازم تبقى بالراحة واحدة واحدة، مفيش حاجة. عشان كده كل الحوادث القاتلة اللي بتحصل على الطريق ايه؟ واحد طاير على 160 وفوجئ بحاجة قدامه، يقوم دايس فرامل فجأة عربيته تتقلب او يدخل ويعمل حادثة قاتلة. انا المفاجأة اللي عايز اقولها لكم يا جماعة ان كل واحد مننا سايق على 160 فعلا، كل واحد مننا سايق في حب الدنيا، في الانشغال بالدنيا، في التغافل بالدنيا، في الانشغال بمشاكل الدنيا على 160 170 180. فينا ناس فاكرة ان يوم واحد رمضان هيقوم حاطط رجله على الفرامل، قلبه هيقف عن التفكير في المشاكل والمشاغل، ذهنه هيقف عن التفكير في كل ما سوى الله، ويدخل رمضان وهو مفرمل والدنيا تمام التمام. ده وهم يا ابني، ده وهم، بدليل انك كل صلاة بتدخلها في الخمس فروض بتدوس على الفرامل عشان قلبك يقف عن التفكير في الدنيا. قلبك بيقف عن التفكير يا ابن الفرامل عندك بايظة اصلا. ده مش بس العربية جديدة وجميلة والفرامل سليمة بس ما تقدرش تقف الوقفة السريعة دي، انت يا ابن الفرامل عندك بايظة اصلا، الفرامل عندنا بايظة، بدليل انك كل صلاة بتدوس على الفرامل وما بتقفش وما بتقدرش تفصل تفكير عن الدنيا ومشاغلها واهواءها وشهواتها ومعاصيها ومشاكلها. عشان كده يا جماعة اللي مش هيدوس فرامل من الوقت للأسف الشديد الحادثة بتاعت اول رمضان اللي تحصل كل سنة هتحصل الا ان يشاء الله ربنا شيئا، لازم تدوس فرامل من الوقتي. تخيل انت عدى عليك كم رمضان لحد الوقتي؟ 10 رمضانات مثلا في 30 يوم ب300 يوم، يعني 600 فرصة تعدكم من النار، يعني 600 دعوة مستجابة بعد 600 فرصة تعدكم من النار. انت فين يا ترى؟ انت وصلت فين بعد 600 فرصة تعدكم من النار؟ ليه ما تغيرتش؟ ليه زي ما انت؟ ليه انت زي ما انت؟ ليه يا جماعة؟ رغم ان المفروض لو رمضان واحد كان صح ما كانتش الدنيا تبقى كده. عشان كده عايزين نفرمل النهاردة، عايزين نبدأ نفرمل مع بعض يا جماعة، عايزين نشوف موضوع الفرامل ده، لان الموضوع ده لو ما اتبهناش ليه من الوقت، لو ما دوسناش فرامل من الوقت، زي المروحة اللي شغالة ده ايه، لو قفلت الكوبس بتاعها الوقت مش هتقف فورا. اوعى تفتكر ان مروحة الدنيا في قلبك يا دوبك تتكع الكوبس في اول رجب عشان المروحة تقف على اخر شعبان عشان تدخل شعبان وانت قلبك بتاع ربنا بجد. عايزين من الوقت يا شباب نكتب على قلوبنا وقف لله تعالى، عايزين نكتب على قلوبنا وقف لله، قلوبنا دي بتاعت ربنا بس. الثلاث شهور دول بإذن الله ربنا يعيننا فيهم على نفسنا. الحقيقة المعنى اللي أنا عايز أكلمكم فيه النهاردة
والمعنى اللي انا حاسس ان احنا لازم نقف امامه ولازم نتدبر فيه. يا اخوانا احنا بنتكلم دايما عن الدار الاخره، وعلى فكره الدار الاخره ديت اخطر فرامل في الدنيا، اخطر فرامل في الدنيا، بس لو احنا فعلا قلوبنا عاشت معاه. احنا دايما بنتكلم على الاخره يا جماعه واحنا مش حاسين ايه هي الاخره، واحنا مش حاسين. الواحد لما بيتدبر في الفاظ القران والسنه في الكلام عن الاخره يا جماعه في حاجه يا اخوانا، لما ربنا يقول يوما يجعل الولدان شيبة، الكلمة دي الوحيدة تشيب، الكلمة دي الوحيدة تشيب. يعني ايه يوما يجعل الولدان شيبة؟ يعني ايه طفل يشيب لما يشوف يوم القيامة؟ يعني يوم القيامة ده ايه يا جماعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وان يوما عند ربك كالف سنة، وان يوما عند ربك كالف سنة، يعني ايه يوما كالف سنة؟ يعني ايه؟ يعني الكلمة دي الوحيدة تشيب يا اخوانا. لما تفكر كده وتبص ربنا اتكلم عن النار قال ايه؟ وما ادراك ما هي. ربنا بيقول للنبي انت ما حدش في الوجود يقدر يعرف يعني ايه جهنم، ما حدش يقدر يعرفها. طب لما ربنا اتكلم عن يوم القيامه قال لك وما ادراك ما يوم الدين، وما ادراك ما يوم الدين، قال لك وما ادراك ما يوم الدين، يعني وما ادراك ما القارعه، يعني شيء فوق التصور. لما ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه اتكلم عن الجنه قال لك ولا خطر على قلب بشر، يعني شيء فوق قدرة الإنسان على التخيل أصلا. يعني مهما تخيل الإنسان نعيم، مهما تخيل علماء الديكور وعلماء الهندسة في القصور وعلماء المجوهرات والتشكيل بتاع المجوهرات وعلماء الأزياء والموديلات وعلماء الفنون التشكيلية وعلماء الألوان وخلط الألوان، مهما تخيلوا عمرهم ما تخيلوا يعني إيه جنة. يعني الجنة دي حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور، يوم القيامة ده حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور، النار دي حاجة فوق قدرة الإنسان على التصور، الموت، القبر، النزول تحت القبر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لولا ألا تدافنوا، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. انتوا بس لو سمعتوا اللي بيحصل في المقابر، لو سمعتوا اللي بيحصل في مقابر العيسوي ده ايه، لولا ألا تدفنوا ما كانش حد يدفن حد، لدعوت الله ان يسمعكم. ان بس تسمع اللي بيحصل هناك، تسمع الذنوب اللي انت بتعملها دي اللي ماتوا عليها من غير ما يتوبوا منها، تسمع بس بيتعذبوا عليها قد ايه، تسمع معصية السر اللي انت وقعت فيها امبارح او المعصية اللي انت عملتها امبارح، تسمع بس، تسمع اللي بتتعذب عليها دلوقتي بسبب انها ماتت من غير ما تتوب منها، بتتعذب على عذاب شكله ايه؟ لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر لولا الا تدفنوا، لولا ان ما كانش حد هيدفن حد لدعوت الله ان يسمعكم. يعني الموضوع فوق قدره الانسان على التخيل. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو تعلمون ما اعلم، لانت كل الناس معلوماتها عن اللي فوق التراب، لو عرفتوا اللي بيحصل تحت التراب، لو عرفتوا اللي بيحصل تحت رجليك وتحت الارض، لو عرفتوا اللي بيحصل اللي بيدفن تحت الارض، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا خلاص ولا بكيتم كثيرا. كنت تلاقي الناس في الشوارع ماشيه قاعده تعيط. وما تلذذتم بالنساء على الفرش، يعني مش شهوه الحرام تنعدم من الناس، ده شهوه الحلال هتنعدم من الناس. ولا خرجتم الى الصعودات تشعرون الى الله، كنت هتلاقي ملوك الخليج سايبين القصور بتاعتهم وطالعين يجروا، كنت هتلاقوا المليارديرات بتوع مصر سايبين الفلل بتاعتهم وطالعين يجروا، كنت هتلاقوا التجار سايبين الاسواق وطالعين يجروا، كنت هتلاقوا الاطباء سايبين المستشفيات وطالعين يجروا، كنت هتلاقوا المحامين سايبين المحاكم وطالعين يجروا، كنت هتلاقوا الناس سايبين البيوت وطالعين يجروا، وكله بيجري يدور على جبل او يدور على صحراء يقف في مكان لوحده ويرفع ايده ويصرخ انقذني يا رب، اغثني يا رب. ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله، ده كل ده لو تعلمون ما اعلم. عايز اقول يا جماعة، عايز اقول من المقدمة دي ايه، عايز اقول يا اخوانا ان يوم القيامة ده فوق القدرة على التصور، على التصور يوم تشخص فيه الابصار. يعني ايه تشخص فيه الابصار؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. يعني الاوصاف دي معناها ايه؟ لما النبي يقول لك ان المدة حاجة فوق قدرة الانسان على التخيل، يقول لك ان اللي بيحصل تحت الارض ده حاجة فوق قدرة الانسان على التخيل، يوم القيامة ده حاجة ما حدش يقدر يفهمها، النار دي حاجة ما حدش يقدر يستوعبها، الجنة دي حاجة ما حدش يقدر يتخيلها. يعني معنى الكلام ده يا جماعة، الخلاصة من الكلام ده ان احنا مش عارفين يعني ايه اخرة،
الخلاصة من الكلام ده ان احنا مش فاهمين يعني ايه دار اخرة، ان احنا قاعدين في الدنيا واحنا مش فاهمين ايه الاخرة، ان احنا نفسنا اللي قاعدين في الجامع بنعاني من الغفلة، احنا مش فاهمين ايه خطورة الاخرة، ايه درجة الاخرة. عشان كده سبحان الله العظيم عايزين النهاردة نقف مع مشاهد من الدار الاخرة، بس مش هنقف مع اي مشاهد، احنا هنقف مع اللحظات الاولى في كل حاجة، احنا هنقف مع البدايات الاولى في كل حاجة. يعني انا مش هقولك يوم القيامة لما الدنيا ايه، لما الدنيا تسخن واليوم يحتدم ويحصل المشاهد المفزعة اللي بتحصل في وسط اليوم ده، انا عايزين بس نفكر اول لحظات يوم القيامة دي شكلها ايه. البدايات يا اخوانا، البدايات، اول لحظات القبر ديت او تحت التراب دي شكلها ايه، اول لحظات النار دي شكلها ايه. يعني وانا جاي ببص في الكتاب دوت، لسنا بمأمن ده، لسنا بمأمن ده كتاب يعني واحد يعني دكتور مهندس عامله بيتكلم عادي، ايه الزلازل اللي بتحصل على الارض دي، يعني ايه الارض بيحصل عليها كل ثانيتين زلزال، يعني ايه الزلزال دي، ايه الزلزال ده، هو احنا قاعدين في خطر الوقت يا جماعة. باب تاني بيقولك يعني ايه براكين، ايه البراكين دي. باب تالت بيقولك يعني ايه اوبئة. باب رابع بيقولك يعني ايه اعاصير. باب خامس بيقولك يعني ايه طوفان. باب سادس بيقولك، قاعد يجيب لك صور، قاعد يجيب لك صور زلازل حصلت في بلاد العالم، قاعد يجيب لك صور براكين، قاعد يجيب لك حقائق علمية حوالين الظواهر الطبيعية اللي كده كده بتحصل حوالينا، ولكن ممكن تكون بتحصل في بلد غير بلد، في مكان غير مكان. انت بتخرج يا اخواننا من التصور ده ان فعلا احنا مطمنين ازاي يا جماعة، احنا قاعدين مطمئنين ازاي، احنا قاعدين بنقصر ربنا واحنا مطمئنين ازاي. اللحظات الاولى من يوم القيامة، يعني سبحان الله العظيم، انا كنت عايز ابدأ باللحظات الاولى في الدار الاخرة، ولكن يعني هي جت كده في قول الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس ركز معايا بقى، عيش معايا بقلبك لوجه الله يا جماعة، لوجه الله يا اخواني. هذا الكلام عن الله يا اخواني، هذا الكلام عن الدار الاخرة يا اخواني. الفرق ما بين الصديقين وما بين الناس العادية ان يا جماعة ان 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 الكلام ده دخل قلوب ناس وما دخلش قلوب ناس. على قد ما قلبك هيدخل فيه الكلام ده، على قد ما هتبقى صوام او لا، على قد ما هتبقى قوامة او لا، على قد ما هتبقى فكار او لا، على قد ما هتقدر تعيش الدنيا وانت زاهد فيها او لا. يا اخوانا الكلام ده هو اللي هيخليك زاهد او مش زاهد. يا جماعة الايات دي هي اللي هتخليك عابد او مش عابد. يا جماعة كل المعاني اللي احنا بنقول لازم نعملها، والعبادات اللي احنا بنشكل عليها، والاجتهاد اللي احنا بنطلبه، على حسب الكلام ده في قلبك ولا لا، الكلام ده انت عايشاه ولا لا. يا جماعة عايزين ان شاء الله باذن الله يعني نخرج النهاردة ناويين ان احنا لما نقف قدام اية من ايات القيامة بعد كده، اية من ايات الجنة، نقف قدام ان زلزلة الساعة شيء عظيم. اوعى تعدي يا ابني، اوعى تقول سمعتها قبل كده، يوم ترونها تذهل. اوعى يا ابني، يا ابني اقف اقف، والزم نفسك انها تقف، وامسك المصحف وافتح المصحف لما تشوف ربنا بيقولك ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. اقف يا ابني اقف، اوعى تعدي الاية، اقفي. يعني ايه؟ انا لازم اكرر الاية دي تاني، ادخلوا الجنة. الله، اللحظة اللي هم واقفين فيها على باب الجنة بعد البهدلة اللي تبهدلوها في الدنيا، بعد التهديدات اللي تهددوها من اهل الباطل وهم مصممين يشتغلوا في الدعوة عشان الجنة، بعد البهدلة اللي تبهدلوها في الليل عشان يصحوا وهم نايمين متأخر بس عشان قيام الليل عشان الجنة، وهم بيسيبوا شهوات هيموتوا عليها بس عشان الجنة، وهم بيتعرضوا لضغط نفسي رهيب، وهم بيضحوا بالدنيا وكل الناس بتبصلوا منهم مجانين بس عشان الجنة، وهو بيقول له النهاردة ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ادخل يا ابني ادخل الجنة. عيش في المعنى ده، اقف كرر الآية، امشي وروح وتعالى في المكان اللي بتقرأ فيه وعيد الآية على قلبك 10 مرات. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. اوعى يا بنتي تعديها، اقفي شوفي يعني ايه يطاف عليهم. عيش بقلبك، عيش بقلبك، مين اللي هيطوفوا عليكي، والصحاف دي فيها ايه، والاكواب دي فيها ايه. طب قلبك ما هوش قادر يقبل المعنى، لسه مش عارفة تعيشي معاه، قومي كرري. طب زهقتي مش عارفة تكرريه، امشي واجبري نفسك وانت بتمشي انك تكرريه. واحدة واحدة يا اخوانا نبدأ مع كل آية عن الجنة طاقة نور تتفتح في قلبنا، مع كل آية عن النار، مع كل آية عن الاحتضار، مع كل آية عن القبر، مع كل آية عن الموت، مع كل آية عن القيامة، مع كل آية عن الميزان والصراط، مع كل آية عن حقارة الدنيا.
نبدأ نتعلم ازاي نعيش دار اخرى صح. عشان كده اللي يعني اللي هي اللي الشرح بتاع درس الليلة في قلبك انت، يعني انا هقولك الآية، انت مالكش دعوة بالتعليق اللي انا هعلقه، انت ليك دعوة انت الآية دي عملت في قلبك ايه. لما ربنا يقول لك اول لحظات في يوم القيامة ركز معايا كده وعيش معايا كده، لان ربنا سبحانه وتعالى حطك جوه المشهد ده، ربنا حطني وحطك وحطك جوه المشهد ده. لما ربنا يقول لك يا ايها الناس، يا كل البشرية، يا كل ولد ادم بكل القارات وكل الاجناس وكل الاجيال، اتقوا ربكم، خافوا ربنا، خافوا ربنا. ليه يا رب؟ ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني ايه الساعة؟ يقول لك ان ساعة الابل، يعني ايه؟ لما واحد معاه قطيع، كل فرد في القطيع جري في اتجاه ما هوش عارف يلم حاجة، مش عارف يسيطر على حاجة، الدنيا ان ساعة من بين ايديه. الساعة كل الناس طالعة، كل واحد بيجري في اتجاه، من كتر الفزع مفيش حد عاد يفكر في حد. المشهد ده، المشهد الرهيب ده، ده الساعة يا جماعة. ان زلزلة الساعة، قالك مش لازم الزلزلة دي زلزال ارضي، قالك في انسان يقولك انا بتزلزل من جوايا، ان قلبك يتزلزل، ان عقلك يتزلزل، ان نفسيتك تتزلزل. يا اخوانا لما واحد بيتعرض لموقف صعب في الدنيا ممكن يجيله مرض نفسي، ممكن يجيله اكتئاب، ممكن يجيله توتر، وممكن لو الموضوع زاد عليه يلاقي نفسه مضطر انه يتعاطى ادوية عشان يقدر يترحم من الالم النفسي اللي جواه. ايه اللي جواه ده؟ نفسيته بتتزلزل، بتتزلزل زلزال بسيط، عشان ابتلاء بسيط من ابتلاءات الدنيا. الاكتئاب بتاع يوم القيامة ده هيبقى شكله ايه؟ التوتر بتاع يوم القيامة ده هيبقى شكله ايه؟ الهوس الاكتئاب بتاع يوم القيامة ده هيبقى شكله يا جماعة. الامراض النفسية بتاعت صدمات الدنيا وصلت الناس انها تبقى نزلاء مستشفى امراض نفسية. الامراض النفسية، الصدمات النفسية بتاعت يوم القيامة هتعمل في الناس ايه؟ الاكتئاب بتاع اللي دخل جهنم هيبقى شكله ايه؟ اليأس بتاع اللي دخل جهنم هيبقى شكله ايه؟ الالم النفسي اللي هيبقى عايش فيه. ان زلزلة، قال لك النفس نفسها بتتزلزل، العقل بيتزلزل، القلب بيتزلزل، انت قلبك بيتزلزل وانت بتسمع الكلام ده. ان زلزلة الساعة، ده زلزلة الدنيا، كل يوم كل ثانيتين بيحصل زلزال في الدنيا يا جماعة، ولكن في زلازل قوية وزلازل ضعيفة. امال الزلزال اللي هياخد القارات الستة، الزلزال اللي هيجيب جبال البر في البحر وجبال البحر في البر، الزلزال اللي هيجيب جبال المشرق في المغرب وجبال المغرب في المشرق. عشان كده الامام الرازي في التفسير بتاعه بيقولك في قول الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، قالك العهن ده الصوف اللي مسبوخ كذا لون، حتة حمرة وحتة صفرة وحتة خضرة وحتة، فقالك طب يعني ايه الجبل هيبقى كذا لون؟ قالك الجبال بتاعت الدنيا هي لون واحد، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانه وغرابيب سود. قالك الجبل لون واحد، قالك يعني ايه الجبل هيبقى كذا لون؟ قالك لان زلزلة الساعة هتصل من الشدة ان جبال الارض هتصير من اماكنها، فتلاقي جبال البحر الاحمر دخلت في جبال الهيمالايا، وتلاقي جبال القلب دخلت في جبال سلاسل البحر المتوسط، وتلاقي، فبيقول لك ان الوان الجبال هتتداخل، لان جبال المشرق هتيجي المغرب وجبال المغرب هتيجي المشرق. والكلام ده اخوانا، الكلام ده كلام مين يا جماعة؟ ان زلزلة الساعة. طب بالله عليك انت هتعمل انت ايه في الموقف ده؟ لما اتفرجت على فيلم عن مشاهد من بعض الزلازل وشفت بعض الصور للزلازل، الموضوع يفزع قلبك، الموضوع يزلزل قلبك فعلا، الموضوع يخلع قلبك. احنا قاعدين الوقت بس بنطمن، انت يوميها هتعمل ايه؟ يوميها ده ربنا بيقول يوم ترونها، ترونها، تا ربنا بيقول كل الناس هتشوفها. الكلام اللي ربنا بيقوله لك ده ربنا حطك جوه المشهد ده، الايات حطتك جوه المشهد ده. ان زلزلة الساعة شيء عظيم، قالك كلمة شيء عظيم ده اسلوب من اساليب التهويل والتضخيم والتفخيم، قالك بس الاسلوب ده ما بيقولوش غير اللي مش قادر يوصف، اللي شاف زلزال مثلا رهيب فيقولك ده الزلزال ده حاجة كبيرة قوي، ده حاجة خطيرة قوي، ده حاجة عظيمة قوي. فاللي قدامه فاهم انه بني ادم مش قادر يوصف، مش عارف يوصف، فيقوم يقول لك شيء عظيم عشان يعني ايه يوصل لك المعنى المهول اللي حصل. قال لك انما ربنا سبحانه وتعالى هو ربنا غير قادر على الوصف،
ربنا بيقول شيء عظيم ليه؟ هو ربنا غير قادر انه يصف القيامة؟ ده ربنا اللي خلقها. لا، ربنا قادر انه يصفها. امال المشكلة فين؟ انت اللي غير قادر انك تفهمها، انت اللي غير قادر انك تتصورها، انت اللي غير قادر انك تتخيلها. مش هتقدر تتخيل القيامة دي ايه. طب امال نعمل ايه عشان نعرفها يا رب؟ انا هقول لكم هي عملت في الناس ايه، انا هقول لكم هي عملت في كل جارحة من جوارح الناس ايه، انا هقول لكم هي عملت في اللي شافها ايه. وانت تتخيل ايه هو يوم القيامة ده عشان تبدأ من الوقت تشتغل ليه. ربنا بيقول لك اسمع معايا بقى، شوف الوصف العجيب، شوف الوصف اللي ابو بكر الصديق لما طلع مسيلمة الكذاب، فبعض الناس اتهزم فبيكلموا ابو بكر يعني ما يمكن مسيلمة يبقى نبي، او قال لهم الم تسمعوا القرآن؟ مين اللي يقدر يقول الكلام ده غير ربنا؟ وقرأ الايتين دول من سورة الحج، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. 7 مليار بني آدم وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال لهم مين اللي، من الذي يقول هذا الكلام غير الله؟ مين اللي يقدر يقول الكلام ده غير ربنا؟ ابو بكر استدل على اليقين بالقرآن بالايتين دول. يروى ان الايتين دول لما نزلهم والصحابة كانوا في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك فتأشب الصحابة حول رسول الله. يعني ايه تأشب الصحابة؟ الصحابة ابو لفين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد فيهم لازق في التاني، وكل واحد فيهم منكمش جوه نفسه وقاعد مرعوب مش قادر ينطق. صحابة تأشبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة لما سمعوا الايتين دول كانوا يتشلوا من الرعب، كانوا يتشلوا من الفزع. طب انت لما سمعتهم حصل لك ايه؟ طب انت لما سمعتهم عملوا في قلبك ايه؟ يا اخوانا القضية مش ان الايتين يتشرحوا لك، القضية انت قلبك بيقول لك ايه الوقت وانت بتسمعهم، انت قلبك بيقول لك ايه وانت بتسمعيهم. الايتين اللي خلوا الصحابة يتأشبوا، التأشب ده وصف مذكور في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي بيوصف 70,000 اللي بيدخلوا بغير حساب ولا عذاب، وبيوصف صالح الأمة فبيقول لك وحولهم أقوام قد تأشبوا، مسلمين قاعدين حوالين الناجين دول، قاعدين بكل ذل وانكسار، مرعوبين مفزوعين. يعني قاعد مفزوع مش عارف يعمل ايه، بيتذلل لأي مؤمن انه ياخده معاه او يشفع له عند الله. فده رعب يوم القيامة. الصحابة عاشوا الموقف يا جماعة. الصحابة نفس اللفظ اللي ذكر في حالة العاصي يوم القيامة وصف به الصحابة في الدنيا. الصحابة قدروا يعيشوا الحالة، الصحابة قدروا يعيشوا الموقف بحقه حقيقي، الصحابة قدروا يشهدوا الموقف بعين اليقين. الصحابة ارتقوا من اليقين لدرجة ان نفس لفظ التأشب اللي مذكور مع يوم القيامة هم عاشوه وتوصفوا به في الدنيا لما تأشبوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم من كتر الرعب والفزع والهلع والخوف اللي هم فيه. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. ازاي يا رب؟ يا رب ده الام اللي ماسكة ابنها ده، يا رب ده يعني يا جماعة احنا بينا ناس بقالها 10 سنين ما خلفتش يا جماعة، وتحت في اخوات ممكن تكون بقالها سنين ما خلفتش وهيموتوا عشان عيل. هي الام لما بتمسك العيل دي بتبقى حاجة سهلة؟ انا عمري ما كنت اعرف يعني ايه طفل، او يعني سبحان الله. بس لحد ما يعني جه حمل كده لزوجتي وكان البنت مهددة انها تموت، وزوجتي قاعدة في المستشفى شهر شهرين من قبل ميعاد الولادة، نفسنا بس ان ينفع البنت تتولد تتحط في حضانة. انا لم اكن اتخيل ان فعلا في حاجة اسمها حضانة غالي، او انك انت هو الانسان يا جماعة. ربنا يرزق كل محروم من الذرية يا رب، اللهم امين يا رب. في ناس يا اخوانا يعني واحدة ممكن ما تتجوزش تقول لك انا مش نفسي في زوج، انا نفسي في عيل، انا يعني لو اتزوج احمل وبعد كده اعيش من غير زوج، بس نفسي في طفل، نفسي في عيل.
الكلمة اللي قالتها السيدة سارة لما جات الملائكة تبشرها، قالت أألد أألد وأنا عجوز، مش أأحمل، أألد، أنا هيبقى في عيل في إيدي أشيله، هيبقى في مولود يعيط ويسهرني بالليل واخده في حضني وأضمه لصدري ويكبر قدام عيني. يا إخوانا عاطفة الإنسان تجاه المولود دي عاطفة رهيبة، عاطفة قهرية، عاطفة قهرية. عشان كده يقولك على المولود الضعيف الجبار، يقولك هو ضعيف بس جبار، الدنيا كلها مسخرة عشانه، لو عيط الساعة 3 بالليل البيت كله يتقلب عشانه. تخيل أنت بعد كل حب الإنسان لده وبعد عاطفة الأمومة المهولة، ربنا يقولك يوم ترونها أول عاطفة هتنهار عاطفة الأمومة، أو أكبر عاطفة بشرية في الحياة هتنهار مع أول لحظات يوم القيامة. أمال الشاب اللي قاعد وسطنا وبيحب بنت العاطفة بتاعته دي هيحصل فيها يوم القيامة؟ أمال البنت اللي اتجوزت وخايفة جوزها يبص لغيرها فماشية متبرجة عشان تفضل شغل عينيه وتفضل حلوة في عينيه، العاطفة دي هيحصل لها يوم القيامة؟ أمال اللي عصى ربنا عشان أصحابه، العاطفة دي هيحصل فيها يوم القيامة؟ إذا كان أقوى عاطفة بشرية في الحياة هتنهار، هتنهار مع اول لحظات يوم القيامة. ده في ام هندية لما ولادها الاتنين التوأم اتولدوا عمي، ضحت بالقرنيتين بتوع عينيها عشان يتزرع لده قرنية ويتزرع لده قرنية، هتعيش عمية طول حياتها بس عشان ضناها يشوف، عشان اولادها يشوفوا، عشان اولادها يشوفوا نور الدنيا. متخيلين يعني ايه امومة دي؟ ترمي ابنها مذهولة في يوم من الايام. ايه يوم القيامة ده يا جماعة؟ ايه الاخرة دي يا اخوانا؟ هو اللي احنا بنعمله ده استعداد للكلام ده؟ هو لما ربنا يقول يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني مش الام هترمي ابنها، ده تتمنى ان ترميه في جهنم، ترميه في الحطمة، ترميه في لظى، ترميه في سقر، ترميه في ياكل من الزقوم ويشرب من الحميم ضناها بس هي تنجو. يبقى ايه النار دي؟ يبقى ايه القيامة دي اللي ممكن توصلك في يوم الايام انك تفكر بالطريقة دي؟ يبقى القيامة دي ايه؟ يبقى كان فيه عاطفة تستاهل انك تعصي ربنا عشانها. يبقى كان فيه، ما الكلام ده بيوصل لك ايه؟ بيوصل لك فوق، الموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر من اللي احنا بنتصوره. واحد يقول لك زهد في الدنيا، لا اصل برضو الزهد مش معناه، يا ابني فوق يا ابني، الكلام ده لو دخل في قلبك هتعرف يعني ايه زهد في الدنيا، يا بنتي الكلام ده لو دخل في قلبك هتعرفي يعني ايه دار اخرة. انما لما الكلام ده الاول يدخل في قلبنا، وهو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، واحد صاحبي ولع عليه السخان وهو بيستحمى، الحمام ولع نار، بيقول لي امي دخلت النار جابتني من النار وخرجت، امه دخلت النار جابته من النار وخرجت. انت متخيل انك تلاقي دورة المية بتاعت الحمام ده ايه؟ يعني ربنا يعافينا اجمعين، ولع نار وواحد صاحبك جوه، تدخل النار، تدخل الحريقة تجيب صاحبك وتخرج. الام دي ممكن في يوم من الايام تمسك ضناها ده هو تقول ارميه في جهنم بس انا انجو، ارميه في النار بس انا انجو. يبقى ايه يوم القيامة ده؟ ايه يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه ولا يسأل حميم حميمة، ولا يسأل حميم، العاطفة الحميمية الملتهبة جوه القلب. انت لو شفت ابنك او شفت جوزك او شفت حبيبك او شفت حد انت متعلق بعربية خبطاء ومتكوم على جنب الشارع، هتجري عليه وهتسأل وهتطلب اسعاف وهتجري بقى على المستشفى. ربنا بيقول لك يوم القيامة محدش هيسأل في حد، محدش هيعبر حد، ولا يسأل حميم حميمة، مش 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 يعني مش هيسأل فيه اصلا، مش هيسأل ماله اصلا. ليه؟ تخيل ايه اللي انت فيه عشان ده يحصل يوم ما ترونها، يوم ما تشوفوها، ده انتوا لسه ما دقتوهاش، ده انتوا لسه ما حصلش حاجة فيها منها فيكم، يوم ما ترونها تذهل. لفظ الذهول لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة في هذه الآية، ذهول، تذهل كل مرضعة عما ارضعت. فعبرت السلام 98 لما ام واب جابوا ابنهم حطوه في العوامة اللي معاهم الوحيدة واخته معاه،
واختاروا ان هم يموتوا محروقين. العبارة كان نصاب محروق ونصاب بيغرق. اختاروا يموتوا محروقين عشان ابنهم وضناهم ينجوا. ام واب الاثنين قرروا في هذه اللحظة الرهيبة. اسأل الله ان لا يرينا مثل هذه الاحداث. واسأل الله ان ينجي المسلمين اجمعين من الكوارث. واسأل الله ان يتقبل من وجد مثل هذا في الشهداء. تخيل يختاروا ان ضناهم ينجوا وهم الاثنين يولعهم ويغرقهم. دول يوم القيامة ايه اللي هيحصل عشان يقولوا نرمي الولد ده نفسه والبنت الصغيرة ده نفسها نرميهم في جهنم يتخلدوا فيها بس احنا ننجو. يبقى ده شيء رهيب يا جماعة. ده موضوع كبير قوي يا اخوانا اللي يخلي الانسان يفكر في يوم القيامة بالطريقة ديت. كل الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان حاجة ما تتفهمش. انما خد بالك انك في يوم من الايام هتفكر كده. خد بالك انت في يوم من الايام هتفكري كده. اهو التفكير اللي انت مش متخيله ان في بني ادم يفكر بيه. فمن دلوقتي امني نفسك عشان لما اللحظه دي تيجي تبقي انت في الامن. ما انتش في موقف الفزع ده. وتضع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل. تخيل كل الكائنات الحوامل، الحيتان الحوامل، الأسود الحوامل، النمور الحوامل، القطط والكلاب الحوامل، كل الكائنات الحوامل هتجهض. البني أدمين الحوامل، الستات الحوامل. انت عندك على وجه الأرض 70 مليون امرأة حامل، يبقى 70 مليون سقاطة. طب يعني ايه تضع كل ذات حمل حملها؟ معناه ان الفزع وصل لدرجة انقباض جوه الجسد، فبدأت الانقباضات توصل للبطن وللرحم، فبدأ يحصل سقاطات طبيعية. وتضع كل احيانا يا جماعة، يعني لو احنا قاعدين دلوقتي في المسجد ودخل علينا 5 برشاشات عايزين يقتلونا كلنا، ممكن تلاقي واحد اعصابه قوية فيقف ويقول انا ما يهمنيش الموت. وممكن تلاقي واحد يقعد ينام في الارض ويقعد يصرخ ويصوت ابوس ايديكم ما تموتونيش انا مش عايز اموت انا عندي عيال. فدايما الناس في الصدمات بيبقى عندها قوة احتمال مختلفة. انما ربنا بيقولك هنا طد يوم ترونها تنزل كل مرضعة وتضع كل ذات حمل حملها. يعني الموضوع مفيش حاجة اسمها في تماسك، مفيش في تماسك. اللي ربنا مش هيثبته مش هيقدر يتماسك. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. يعني اول حاجة القيامة ضربتها العواطف. تضع يوم ترونها تذهل كل مرضعة. العواطف، عاطفة الامومة، عاطفة الحب، اول حاجة ضربت العواطف. بعد كده لما يوم القيامة شد اللي اتضرب الجسد بقى، مش العواطف، مش النفسية، الجسم نفسه. تضع كل ذات حمل حملها. لما يوم القيامة شد اللي اتضرب العقل بقى، المرحلة الثالثة اللي بتضرب يوم القيامة العقل اتضرب. وترى الناس سكارى. طب ربنا في اول الآية قال يوم ترونها، ما قالش في الاخر وترون الناس سكارى، قال وترى. ليه؟ لان خلاص ما عادش ترون الناس، ده الناس نفسها هم اللي سكارى. مين هيشوف مين؟ ما حدش دارب حد اصلا. وترى الناس سكارى، الناس ماشية بتترنح، الناس ماشية مخمورة في الشارع. 7 مليار بني ادم ماشيين بيهذوا هذيان في الشارع من الصدمة العصبية اللي حصلت لهم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو فين العذاب ده يا جماعة؟ فين العذاب ده يا شباب؟ فين العذاب ده يا بنتي؟ عذاب ايه يا اخوانا؟ ده لسه ما فيش حد فيهم وقف في ظل في 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 حر الشمس يا جماعة. ده لسه ما فيش حد فيهم دخل جهنم يا جماعة. ده لسه ما فيش تعذيب. ده كل ده رؤية يوم ترونها وترى. ده كل ده مجرد مشاهد بس اتشافت، محدش لسه اتعذب. تخيل ان ده ربنا قال ولكن عذاب الله شديد. عايزين اخوانا يعني نحاول نعيش مع ايات الاخرة في القرآن. عايزين نحاول نتخيل من الايات اللي تذهل قلبك في القرآن قول الله سبحانه وتعالى. وبيوصف لك اللحظات الاولى، مش في يوم القيامة بقى، اللحظات الاولى في النار وفي الجنة. اللحظات الاولى يعني شوف ربنا بيصور لك مشهد غريب جدا. يقول لك اسمع كده، اسمع بقلبك، ركزي كده بقلبك. شوفوا ربنا بيقول لك هذان هذان هذان. يعني ايه؟ لما اقول لك
هذه الساعة، يبقى الساعة دي قدام عيني وبقول لك ايه، يبقى حاجة متشافة، حاجة محسوسة وملموسة ومرئية. هذه الساعة يبقى هذا دي بتشير لحاجة قدام عينيك انت شايفها. فربنا بيقول لك المشهد ده انت لازم تشوفه بعينين قلبك، المشهد ده انت لازم تعيشيه بقلبك كأنك انت شايفاه قدام عينيك. اهو هذان خصمان اختصموا في ربكم في ربهم فالذين كفروا. اسمع بقى، دار ادي نازلة في اول ثلاثة برزوا من جيش المشركين في بدر، برزوا ثلاثة من جيش المسلمين في بدر. راس الحرب يا جماعة، عارفين يقولك الطلعة الجوية في حرب 73، راس الحرب يا جماعة اللي كانوا راس حربة للكفر وراس حربة للدين، ربنا بيقولك دول بيحصل لهم ايه ودول بيحصل لهم ايه. انا عايزك بس تتخيل المشهد اللي هيحصل دلوقتي. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا. شوف ست جمل نارية، ست جمل كل جملة منها تخلع القلب خلع. واحد، قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار ازاي يا رب؟ هي النار بتبقى قماش يا رب؟ هو ممكن واحد يلبس حريقة؟ هو ممكن واحد يلبس نار، طوب نار متفصل على قد جسمه؟ قطعت لهم ثياب من نار. اتنين، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الحميم يا رب ده الحميم ده زي الحمم البركانية، المعادن اللي من كتر الغليان دابت يا رب. الحمم البركانية ده يا رب تخلي البني ادم، يعني تخلي البني ادم ايه ده مش ينصهر في لحظة، ده ما عادش يبقى له معالم اصلا في لحظة. يوم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا. واحد، قطعت لهم ثياب من نار. اتنين، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. تلاتة، يصهر به ما في بطونهم والجلود. اربعة، ولهم مقامع من حديد. خمسة، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. ستة، وذوقوا عذاب الحريق. ايه الانتقام ده يا جماعة؟ ده عذاب انتقام. العذاب اللي موصوف ده عذاب انتقام. تعرفين ربنا بيقول لهم مقامع من حديد؟ الواحد بيفتكر اهل الباطل اللي قمعوا المؤمنين، اهل الباطل اللي كان عندهم آلة قمع يقمعوا بها الملتزمين، يقمعوا بها اللي عايز يتدين، يقمعوا بها اللي عايز يقول كلمة حق في وجه الظالم. الواحد بيحس ان يعني ايات النار جاية مع كل آلات التعذيب اللي الانسان اخترعها للانسان، اللي اهل الباطل اخترعوها عشان اهل الحق. ربنا بيقول لك قطعت، قطعت ده فعل ماضي يا جماعة، وقطع ده بوزن التشديد معناها السرعة، يعني الراجل ده بيموت والملائكة بالسرعة بتفصل له من جهنم ثوب يلبسه. وقطع ده لفظ فيه شدة، اللبس ضيق جدا، النار هتفضل لمسة جسمه ولمسة جلده 24 ساعة، هيصحى لابس نار وينام لابس نار ويبدلوا عليه اطقم نار والعياذ بالله. انت متخيل يعني ايه انسان لابس نار؟ انسان لابس نار وهو لا يستطيع ان يفارقه ولا يستطيع ان يخلعه والعياذ بالله. قطعت لهم على قد مقاسهم ثياب من نار. انسان هيعيش بالمنظر ده يصاب، يصاب ده فعل مضارع بقى، يعني معناه ان هيقوم مرمي في زنزانة في جهنم ويفضل يتعذب بانواع العذاب ده باستمرار، يتعذب بيه ويرجع يتعذب بيه. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الحمم البركانية الجهنمية دي تتصب على دماغه، تسيح دماغه، تنزل في البطن، تصهر البطن من جوه. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به. انت عارف يعني ايه انسان مش قادر ياخد نفسه؟ مش قادر. المرة دي انت بتحاول، يعني يقولك عذاب الغرق ده صعب قوي لان واحد قعد دقيقة ما ياخدش نفسه عما مات. انسان عايش من ضمن انواع العذاب عذاب قطع النفس والعياذ بالله، عذاب قطع النفس. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. يعني ايه اعيدوا فيها؟ يعني الملائكة بتاعت العذاب تسيبهم يهربوا من الزنزانة ويهربوا من دركة العذاب اللي هم فيها ويقربوا من ابواب جهنم، واول ما يحسوا انهم خلاص هيهربوا ومحدش واخد باله منهم يقوم مقبوض عليهم. تعالوا، العذاب ده اسمه عذاب ايه؟ ايه؟ ايوه سبع كلمة صح؟ لا لا، اسمه إيه؟ نفسي صح؟ ايه في النفس بقى؟ سمعت الكلمة دي؟ ايوه، التيئيس. التيئيس انه يأسوه، يعني لو من اولها منعوه من خروج الزنزانة
انما ده سابوه يظن انه هيخرج لحد ما خلاص قرب. تعالى انت فكرك انك بعيد عننا، ده انت كل الكاميرات عليك. تعالى عذاب التيئيس والعياذ بالله. وبعد ما يأسوه رموه في الزنزانة تاني، يتقال له وذوقوا عذاب الحريق. اتحرقوا والعياذ بالله، دوقوا الحرق والعياذ بالله، كأن الملائكة نفسها قلوبها مليانة غيظ عليهم والعياذ بالله. ايه ده يا جماعة؟ ده الراجل ده ربنا بيوصف عذابه وجثته لسه ما وقعتش، جثته لسه الدم بيفور منها. امال شوفوا ربنا بعدها سبحانه وتعالى الاخر ده يا جماعة. والله يا اخوان احنا غفلين، والله يا اخواتنا احنا غفلين يا جماعة. هنفضل في غفلة لحد امتى يا اخواننا؟ مش هيفوقنا غير هذا الكتاب، مش هيفوقنا غير ايات الجنة والنار والقيامة في هذا الكتاب، بس نقراها صح يا جماعة. الشهرين دول ان شاء الله شهر قراية القرآن صح، نقف قدام الاخرة نغسل قلوبنا بيها، عشان على اخر رمضان ان شاء الله الايات دي تخليك تقع من طولك وانت بتصلي، يغشى عليك وانت بتصلي. بعدها ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات. يا ربي ايه ده؟ هو بعد الايات بتاعت المقامة دي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نقف مع هذه اللحظات الاولى من الجنة برضو، ولكن بعد اذان العشاء ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد. قطعت لهم ثياب من النار، يعني يا جماعة هو في ناس اول ما تموت هتخش جهنم؟ ها جوه جهنم اول ما يموتوا هيخشوا جهنم؟ اخوانا هو مش اللي بيموت لو عليه عذاب يتعذب في قبره؟ هو عذاب القبر ده درجات اصلا؟ هو في واحد ممكن يتعذب في قبره وواحد يترمي في زنزانة من زنازين جهنم اول ما يموت والعياذ بالله؟ هو نعيم القبر ده برضو درجات؟ في انسان ممكن ينعم في قبره وانسان اول ما يموت؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. انت متخيل يعني الوصف الملكي ده شكله ايه؟ يعني قصور الامراء دايما تلاقيها معمولة في السعودية، دايما تلاقي قصور الملوك، دايما تلاقي قصر ملك السعودية مثلا في المدينة فوق جبل، قصر ملك السعودية في مكة فوق جبل، قصر يعني دايما ما تعرفش ايه العلة، بس هو دايما كده تلاقي قصور الملوك يجي لك على جبل كبير كده ويقوم حفر لك مجرى جوه الجبل وسلالم جوه الجبل ويقوم بني لك على قمة الجبل القصر، فكل الناس تبقى ماشية في البلد وقاعدة تبص للقصر. يا نهار ابيض، ايه ده؟ يا ترى في جوه هنا ايه؟ يا ترى ايه اصناف النعيم اللي يعني يا ترى القصر ده جواه كم كيلو لحمة الوقت مثلا؟ يعني مثلا على سبيل المثال، وفي كم علبة عصير الوقت جوا القصر ده مثلا؟ يعني ده لو واحد طيب زي حالاتي وحالاتكو يعني ممكن واحد يبقى فدايما تلاقي قصور الملوك معمولة بطريقة معينة، فربنا يقولك لا ده قصورك في الجنة تجري من تحتها الانهار. انت متخيل فينيسيا المدينة العائمة بتاعت ايطاليا ديت اللي البيت حوالين الماء من كل اتجاه، برضو ده مش تجري من حولها الانهار، ده تجري من تحتها الانهار. تجري يعني بيوت الدنيا يا جماعة تجري من تحتها مواسير الصرف الصحي. انت عارف يعني ايه تجري من تحتها الانهار؟ انت عارف المنظر ده وصفه ايه؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه في غاية العبج عجب يا جماعة، انك انت قاعد في قصر والانهار قاعدة تجري من تحته. يحلون فيها، يحلون الحلاوة بقى، الحلاوة يعني يقولك البنت بتلبس حلية ليه؟ عشان تبقى حلوة. ليه؟ عشان اللي عايز يتجوز يقولك انا نفسي اتجوز دي فتبقى حلوة. يحلون فيها، ده نعيم الرجالة. امال نعيم النساء شكله ايه؟ اذا كان الرجال ممكن تلبس من هذه الحلية، امال الذهب بتاع النساء شكله ايه؟ يحلون فيها من اساور. قالك اساور دي جمع، جمع ايه؟ جمع اسورة. قالك ده اسورة دي جمع برضو، جمع ايه؟ جمع سوار. يعني اساور دي جمع الجمع. انت عارف لما دخلك محل فيه 5000 طقم مجوهرات واقول لك اختار الطقم اللي يخطف عينيك؟ يعني الجنة فيها كمية من تشكيلات الازياء والمجوهرات، وتخيل بقى تشكيلات مجوهرات الجنة دي شكلها ايه. شوفوا يعني انتوا عارفين يا اخوانا اما اقول مثلا تشكيلات المجوهرات فممكن واحد قاعد وسطنا كده يقول ماشي كويس حلو ان شاء الله نبقى نشوف بكرة بقى
انما لو فينا واحد، مين يا جماعة اللي الكلمة دي ممكن تخطف قلبه؟ مين اللي الكلمة دي تخطف قلبه؟ ايه؟ لو واحد ملياردير قاعد وسطنا فاهم يعني مجوهرات، انما يا ابني انت هتفهم مجوهرات يعني منين اصلا؟ انت لا تاكل يا ابني، انت لا تاكل يا ابني. اللي يفهم كلمة مجوهرات يعني كان اخويا كده مرة بتكلم معاه، فدخلنا محل كده ايه يعني ناكل ربع مشكل كده من الحاجات اللي جنبنا هنا دي كده، فبقول يا المحل ده مبهر. فاخويا يعني ايه يعني 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 دخل محلات شويه عني يعني، فيقول لي يا ابني اصل انت ما شفتش مطاعم اصلا، انت لو فاهم يعني ايه مطاعم هتعرف انك قاعد في مكان اصلا يعني ما حدش ينفع يقعد فيه اصلا يعني، انت انا قاعد مبهور. وده بيقول لي يا ابني انت ما شفتش مطاعم. فساعات الواحد كده يعني ممكن يطلع على حاجات، افتكر كلمه اخويا يبدو ان انا فعلا ما شفتش مطاعم. فاخواننا اللي الكلام ده يشده، اللي فاهم الكلام ده اصلا، انما واحد يقول لك يعني ايه مجوهرات يعني زي الخاتم الذهب اللي بشوفه في المحل وانا ماشي من بره، يا ابني انت مش عارف يعني ايه مجوهرات، انت ما شفتش المجوهرات والاحجار الكريمه وحبايه اللؤلؤ اللي بكام مليون والعقد اللي مش عارف ب 100 مليون، انت ما شفتش الحاجات دي. فانت يعني انت قاعد تتخيل اللي الكلام ده ممكن يلهي في قلبه ايه؟ اللي عايش الكلام ده او اللي شاف الكلام ده او اللي شاف فيه ابداع. البشر وصلوا لدرجه من الابداع في جمال هذه الاشياء لدرجه ايه؟ فربنا يقول لك يحلون فيها من دي معناها تخيل بقى ملايين اللطم من المجوهرات، وانت بتنقي كمان منها من اساورة من ذهب ولؤلؤة وكمان لطم من لؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. الحرير ده زمان كان بيتباع وزنه ذهب، ولا يزال الى الان هو اغلى نوع قماش موجود على وجه الارض. يعني تخيل كده الحرير ده كان زمان ما بيجيش غير من الصين، لحد ما عرفوا يقربوا الدوت الازي دي من الصين فبدأت الناس. انما انت متخيل الرفاهية؟ النعيم ده اسمه نعيم ايه؟ النعيم ده اسمه ايه؟ نعيم التميز داخل الجنة. يعني ايه يا جماعة؟ اصل الجنة دي درجات، ان ربنا يديك قصر بالمنظر ده وتجري من تحته الانهار وتنزل تصب على باقي اهل الجنة، وربنا يلبسك الحلي دي مخصوص، وربنا يلبسك اللبس اللي يخطف العين ده مخصوص، يبقى ربنا يريد ان اهل الجنة نفسهم يبصوا لده ويقولوا مين ده؟ يا جماعة الجنة فيها تميز زي ما الدنيا فيها تميز. اوعى تفتكروا ان الجنة كل الناس زي بعض، اوعى تفتكروا ان الجنة كل الناس، الجنة كل الناس راضية، كل الناس سعيدة، انما مش كل الناس زي بعض. زي ما في الدنيا في واحد ممكن مثلا لو نزل بلد البلد تتقلب عشانه، الجنة كده. زي ما في الدنيا في ناس عندها يعني ربنا مديها ارزاق خاصة باهرة الدنيا كلها بالمجوهرات اللي ربنا اداها لها والاموال اللي ربنا اداها لها، الجنة كده يا جماعة. الجنة فيها نعيم تميز، بس الدنيا ربنا ممكن يدى الواحد كافر الكلام ده، انما الجنة على حسب العمل الصالح. نعيم التميز، مين اللي خد النعيم ده؟ اللي كان راس حربة للدين، اللي وقت ما الناس كانت نفرة عن الدين هو اللي شال دين، اللي وقت ما الناس ما كانتش عايزة تشتغل في الدعوة هو اللي اشتغل فيها، هو اللي شال الدين وشال قضية الدين. المقصد يا اخواني في الله ان قضية الاخرة دي مش لعبة يا جماعة. يا جماعة بلاش نقعد نقول بقى النار الجنة القيامة. انت عارف يا ابني يعني ايه النار؟ لما ربنا يقول لمحمد ابن عبد الله وما ادراك ما هي، انت تعرف يعني ايه النار؟ لما ربنا يقول للنبي وما ادراك ما يوم الدين، وما ادراك ما القارعة، انت تعرف يعني يوم قيامة؟ لما ربنا يعلم النبي والنبي يقول لولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، انت تعرف يعني ايه قبر؟ انت تعرف يعني ايه موت؟ انت تعرف يعني ايه نعيم وعذاب؟ يا اخواني في الله لما ربنا يقول ان وان يوما عند ربك كالف سنة، كلمة تزلزل القلب وتزلزل الكيان. يوما يجعل الولدان شيبا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. تعرف يعني ايه احساس انسان عينيه مش قادرة تقفل من الفزع اللي هو فيه؟ انت عارف يعني ايه يخرجون من الاجداث مهطعين الى الداع، يخرجون من الاجداث كأنهم جرد منتشر. انت عارف يعني ايه يوما يجعل الولدان شيبا؟ اوصاف القيامة في القرآن تشيب العقل، تزلزل القلب، تزلزل الكيان. لما ربنا يقول لك تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وقف اي ام ماسكه ضناها في ايديها وقول لها لو سمحت يا امي، هتقول لك نعم يا ابني او نعم يا اخويا اي حاجه،
قل لها لو شلت ابنك من بين ايديكي وحطيت مكانه 50 مليار دولار، هتبصلك من فوق لتحت على انك انسان ما انتش فاهم اصلا يعني امومة، وسيبك وتمشي. يعني معنى ان الام ترمي ضناها في الارض. امال الفلوس هيبقى قيمتها ايه بقى؟ اسأل اي ام كده، ابنك اللغلة ولا مليارات العالم؟ هتقولك ولا في ضفره مليارات العالم. يبقى معناه الدنيا دي هتبقى ايه يا جماعة؟ معناها ان يوم القيامة ده هيجي هيخلي الدنيا قيمتها ايه؟ لو يوم القيامة ده جه في قلبك الدنيا هتبقى دي قيمتها من الوقتي. لو الدار الاخرة والجنة والنار جم في قلبك الدنيا دي هتبقى قيمتها من الوقتي. اتكلمنا في الكلام ده يعني سبحان الله العظيم، مفروض كان في مشاهد كتير جدا مفروض نقف معاها، ولكن مش القضية احنا نقف مع مشاهد ايه. القضية يا ابني في حاجة انت بتفكر فيها الوقتي ولا لا؟ قضية الاخرة يا جماعة. يا اخوانا احنا بدأنا الكلام واحنا بنتكلم عن رمضان وبنقول تخيل لو انت راكب عربية على سرعة 180 كيلو على الطريق السريع وفجأة لقيت عربية جاية في وشك لا يمكن هتقدر تفرمل. طب لو العربية مرسيدس، والله يا ابني ولو العربية همر ما في فرامل في الدنيا تعرف تتعامل مع هذا الموقف. اللي بيتعرض للموقف ده ربنا يعافينا، دول اللي بيموتوا في الحوادث او العربية بتاعتهم بتتقلب وبيموتوا في الحوادث. مفيش يا ابني، انت ماشي على 180 في انشغال قلبك بالدنيا، قلبك دايس بنزين في طريق الدنيا. اوعى تفتكر انك هتعرف تفرمل يوم واحد رمضان، واول ما تلاقي انشغال دنيوي جاي عليك هتعرف تفرمل وتقول له لا مش وقتك والله حبيبي، هتخبط فيها تخبط فيه مش هتقدر. قلنا ان لازم نفرمل من الوقت يا جماعة. قلنا ان مفيش حل لتلافي الحوادث غير انك انت تفرمل من بدري. لازم تفرمل من اول رجب عشان تعرف تدخل رمضان وانت ما انتش خابط، ما انتش عامل حادثة. انما حوادث اول رمضان اللي بتحصل لكل من لم يستعد لهذا الشهر، يعني ربنا يحفظنا يا رب، ده بسبب ان هو ما فرملش من بدري. لازم تفرمل من بدري يا جماعة. الكلمة اللي اتحرم بسببها سيدنا كعب بن مالك من اخر غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة تبوك، الكلمة اللي بسببها ربنا قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وتقال ان هو من الثلاثة الذين خلفوا، كانت كلمة انا قادر على ذلك ان شئت، انا اقدر. اوعى الشيطان يخمك في نفسك، اوعى كل سنة تتغر في نفسك ويتقالك انك قادر على العبادة، بس لما يجي رمضان ان شاء الله هتشوفه، لان اتى رمضان لترون ما اصنع. حبيبي مش هتصنع، حبيبي هتصنع اللي صنعته. كلمة قطعت قلبي وانا قاعد مع مجموعة من اخواني من كذا يوم، والله يا جماعة كلمة يعني لم اتخيل، لم اتخيل ان في اخ اصلا يقول الكلمة دي. لم اتخيل واحد بيقول انا من رمضان اللي فات لحد النهاردة ما قعدتش ولا جلسة ضحى. يا نهار ابيض، انا اعرف ناس من رمضان اللي فات لحد النهاردة ما ضيعتش ولا جلسة ضحى، الا ان هي تعدلك تقولك يوم كذا عشان كذا ويوم كذا عشان كذا. يقول بيقول لي انا من رمضان اللي فات لحد النهاردة ما قعدتش ولا جلسة ضحى. انا ماشي بعدها في الشارع، ايه ده؟ هو في كده يا جماعة؟ هو في انسان دمه بارد في دينه للدرجة دي يا جماعة؟ هو في انسان بقاله سنة ما قامش ليل وعادي وعايش وما جالوش ذبحة، ربنا يعافينا اجمعين يا رب، وما ماتش وما قلبش الدنيا عشان يشوف المصيبة اللي هو فيها؟ هو في ناس يا جماعة دينها رخيص عندها كده؟ هو في ناس يا جماعة هادية تجاه امور الاخرة بالمنظر ده؟ ان اخ يقول لك انا من رمضان اللي فات ما ختمتش المصحف، ما فتحتش المصحف، انا من رمضان اللي فات ما قمتش ليل. ليه يا اخوانا؟ ليه وهو كان مقطع سجاجيد الصلاة رمضان اللي فات؟ لانه كان بيعلي من غير اساس. ارموا اساس الوقت يا اخواني. دعاء رمضان بس ممكن يغير حياتك، اعتكاف رمضان بس ممكن يغير حياتك، تهجد رمضان بس ممكن يغير حياتك، صيام رمضان لو اتصام صح بس ممكن يغير حياتك. رمضان ده الف حاجة، كل حاجة منهم ممكن تغير حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، انك تصلي الظهر وتفضل قاعد في المسجد تعبد ربنا لحد العصر استعدادا لصلاة العصر اللي كلها ما بتاخدش تلت ساعة، تقعد تلت ساعات تستعد لتلت ساعة، يعني الاستعداد يبقى 10 اضعاف العمل نفسه، 10 اضعاف. يا شباب يا شباب، في ناس بالنسبة لها رمضان
خبطة العمر وناس بالنسبة لها رمضان عارف يعني ايه خبطة؟ المفرط رمضان بالنسبة له خبطة السنة، يقول لك اخبط لي خبطتين في العشرة الاواخر وابقى من اهل الجنة واعيش شبابي باقي السنة. المقتصدين بالنسبة لهم رمضان شحنة السنة، يعني ايه؟ يقول لك انا هعبد صح في رمضان عشان طول السنة بقى ما اقعش في معاصي سر، ما اقعش في علاقة حرام، ما اقعش في نظر لحرام، افضل مظبط نفسي كده ملصب نفسي لحد ما يجي رمضان اللي بعده. وفي المجتهدين بالنسبة لهم رمضان حصاد السنة، يقول لك رمضان ده لا شحنة السنة ولا خبطة السنة، ده رمضان ده انا بقوم الليل طول السنة عشان اعرف اقوم في رمضان. ليه؟ لان ليلة واحدة في رمضان خير من الف شهر، يعني ب 83 سنة عبادة، يعني ليلة واحدة في رمضان افضل من عمرك كله. وخد بالك 83 سنة عبادة مشفيين، انما انت لو عشت 60 سنة منهم 20 سنة نوم، ومنهم 15 سنة قبل البلوغ، ومنهم 5-6 سنين مواصلات واتصالات ولغو، ومنهم 7-8 سنين مش عارف عامل ايه ونازل منين وجاي منين، يا دوبك في الاخر لو انت مجتهد هيصفصفوا على 10 سنين، يعني ليلة واحد 10 سنين عبادة، يعني ليلة واحدة في رمضان ممكن تبقى افضل من عمرك 8 اضعاف او 9 اضعاف، ليلة واحدة بس، ليلة واحدة. ففي ناس بتبص رمضان ان هو خبطة السنة، هخبط لي خبطتين فيه واعصي ربنا زي ما انا عايز بعد كده، وناس بتبص رمضان انه شحنة السنة، هجتهد فيه وافضل ملصم نفسي طول السنة على الشحنة بتاعته، والناس بتبص رمضان انه حصاد السنة، ان رمضان اخطر من انه يبقى خبطة او يبقى شحنة. يا ترى انت من انهي نوعية؟ اخواني واحبابي في الله، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كم احبكم في الله، ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني مقدار العواطف اللي في قلوبنا تجاه بعض. يا اخواني يعني المفروض ان احنا نبقى اكتر ناس في الدنيا بتحب بعض، المفروض ان احنا نبقى اكتر ناس في الدنيا حريصة على بعض. الشهرين دول باذن الله سبحانه وتعالى خلاص بقى حدش يضحك علينا فيهم، تروح الليلة باذن الله لو ما انتش بادئ ختمة تبدأ ختمة، ولو انت ماشي في ختمة ابدأ يا ابني اقرأ صح، كل ما تيجي عند اي جنة اي نار اي قيامة يوما يجعل الولدان شيبة، اوعى يا ابني تمشي يا ابني ماشي ورايح فين، تعالى اقف بس اركز كده، اهدى 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 يا ابني ربنا يهدي سرك، اهدى حبيبي، يوما يجعل الولدان شيبة اقف، يعني ايه يا رب؟ يعني ايه اقرا تاني؟ ما فهمتش اقرا تالت، ما فهمتش اقرا رابع، هتفضل تكرر. الواحد جرب الطريقه دي مره في رمضان ولو في سنه ثالثه اجيب ايه عن عظمه الله اقراها واكرر مش حاسس، طب تيجي ايه بعدها له مقاليد السماوات والارض اقعد اقرا واقوم واروح واجي برضه مش حاسس، يوم يجي ايه بعدها يبسط الرزق لمن يشاء اقعد اكرر. والله يا اخواني شويه ولقيت الواحد قلبه اتغير تماما، ولقيت ايات عظمة ربنا ممكن تحدث في قلبك تغيير تاني خالص. اتعبهم عشان تجنوا يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى. التوصيات النهائية بالنسبة لرقم الواتساب او الواتساب باللغة المصرية، يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم لك الحمد، يعني احنا بدأنا بس الاسبوع ده بحوالي رسالتين تقريبا بس يعني بإذن الله، ولكن واحدة واحدة كده لان الرقم يعني درجة المشاركة فيه او الاشتراك فيه يعني ممكن تكون بس ايه سرعتها كبيرة شوية، ف يعني تسجيل الاسماء نفسها وكده بياخد وقت، فانا بذكركوا تاني بالرقم بحيث ان احنا كلنا نبقى اسرة واحدة كده، يعني كأن احنا عايشين مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. يقدر يعني اقدر ان ايه ان يعني بدل ما بنلتقي مع بعض مرة واحدة في الاسبوع لا يبقى لنا لقاءات تانية على وسط الاسبوع، جه موسم عبادة، جه حاجة ايمانية مهمة، جه حدث ايماني مهم، يبقى نقدر ان احنا نوصل لبعض بسرعة. عايزين نعمل مظاهرة فعايزين نلم بعضنا بسرعة مثلا يعني مش انتوا بتوع مظاهرات برضو ولا ايه؟ شكلكم كده بتوع مظاهرات. فالرقم قلنا ان هو 0-10-2-30-30-100 0-10-2-30-30-100 بإذن الله سبحانه وتعالى. بذكركم تاني بقى يعني رمضان اقترب يا اخواني في الله، فممكن بعض الطلبة والطالبات يقول لك انا مش هاجي التحفيظ، تحفيظ القرآن يعني مش وقته،
اوعى تقطع حبل بينك وبين الله. تعالى ولو مرة في الاسبوع، تعالى ولو نص صفحة في الاسبوع، تعالي ولو هترجع بس مش هتحفظ جديد، انما اوعى تقطع عمل ربنا فتح لك بابه، عشان تلاقي بعد الامتحانات ان شاء الله الطريق مفتوح قدامك. عايزين باذن الله قبل الامتحانات ديت نجتهد وكل حاجة، انما ما ننساش ابدا ان قلوبنا محتاجة تتشحن. الشهرين اللي جايين دول مضمار جهاد، يعني ربنا يعيننا جميعا ونجتهد جميعا ان شاء الله. الورش بعد الدرس مباشرة باذن الله. يعني اتمنى يا جماعة ان يبقى فيه تفعيل اكتر لدور الورش بيننا وبين بعض، ان يبقى فيه لقاءات بيننا وبين بعض على مدى وسط الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى، عشان لما يجي رمضان بقى يبقى احنا دخلنا في دم بعض، نقدر ننطلق في العبادة مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم انر قلوبنا بنورك يا نور السماوات والارض، اللهم ايقظ عزمنا، اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا يا رب، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا في الدعوة إليك يا رب، اللهم استعملنا في نصرة دينك يا رب، اللهم استعملنا في الصيام والقيام، اللهم استعملنا في الصيام والقيام، اللهم استعملنا في الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.